بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه من والاه. حيسام ما تنسيت وما تقبلت حو دبل عليكم سلام من رب العالمين كبتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دبل حلقة الله قلنا أصلتو دبل قضيتنا الولاء والبراء. الولاء والبراء ميتوا من تبرى ومن والي حلقات قدم إلا حلقات لسجلناها على الديباء جزء هلا، وإلا حلقات أنا بذكرها لكم تأرقام هلا حلقات رقم 30 على الديباء يمكن لتاية تهاجينا منه هذا يعني نفسه كم سلها وإن أكملته الله سبحانه وتعالى لبل يعني اللي إلا ثلاث سنعات أصل عظيمته يعني أصل إلا أصل لنا يا ولا ورا براء يعني من يقولوا نتابع من يقولوا أموالي من يقولوا نسدي من يقولوا نتابع لولاته موالاتنا المؤمنين لكتاب ربي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبرنا السؤال وبراءة كمان من الشرك ومن المشركين ومن الكفار ومن رب للأبو والملحدين والحاد لفتو والشرك لفتو وعلمانيين ولسبل ضلال ضلال لفتو ورب العالمين للحرب قلهم قلنا اليوم وقلنا يدوم وقلنا ناصر روم وقلنا افتيوم وقلنا شكر روم على ابنانين هاي قبل سنة قلني بيوم بنا بقلبنا قلني بيوم بنا قلني روم بنا قلني روم منهم بنا قلني دا سباكم على ابنا قلنس ديوم على ابنا ديب إسلامي خاصة قلنس ديوم على ابنا ظلامات قبقوا من قبي وكفار قبقوا من قبي ومعتدين قبقوا من قبي ودين لألبهم قبقوا من قبي قلنوا اليوم وقلنس ديوم وقلنا التبعهم وبهتهم لو الدواء وبشقلهم وبليهم إن يعني قلنا اعترف وقلنا يوم على ابنان خاصة ضدو إسليماي رب العالمين لبل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ولبل الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اللي نداءته لتلاقى الله يا فلان او فلان كم صلى لبلته يا أيها الذين آمنوا أغلبل يا كل من آمن نداء قل كل مؤمنين تو قل إسلامي قل إسلاميت قل السيت قل إناس قل تبعات قل نموش قل عبي قل ريم لهلا وقروب قل كله اللي نداء يعني رب العالمين لتلاقى الله قلنا نداء وجه قلنا هلا قلنا ليك وجه قلنا لتلاقى هلا يا أيها المؤمنين يا مؤمنين يا ابن رب العالمينكم وابن رب العالمينكم وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا لرديكم وابن ربي العالمينكم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم لبيلك يا ابن رب لرديك وبالنبي صلى الله عليه وسلم وبالإسلام رب العالمين تلاقيك لك يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى ليل لنا الأذي ليهود ولا نصارى أولياء تيد يوم لو لا يهود ولا نصارى يتتبعوهم لا يهود ولا نصارى يتفتوهم لا يهود ولا نصارى منين الحسوب والله يسر نوصل الأسلام ضعيفينتهم الأسلام لك أو من قبل والله لك استان لحيسو نوص ولا يهود لحيسو لك يلا خطرت ولا يلا سنيت يكوني ولا يلا أذيت بديبا بعد مرات نسمع نوص يا أخي اللي متهم عدل بوم ولا متهم كيم بوم ولا متهم إلا ودو ولا لفعله الدام بدوح لبل لكن إلا ودو مودو مسليماي معصية من بديبو ظلم من بديبو تقصير من بديبو برب الأمن ومن رب فره ودي برب توبة ودي برب لا أستغفر لأنه حقه إذا حقه كفر ذنب ألبوني ليس ذنب أعظم من الكفر إلا لكافر إلا سنة من سنه إلا ودى من وده إلا موضوعنا الدنيا اللي تنسأ منه وإلا ودى وإلا فعل بهالن ديكوني مثل رب العالمين من إسليماي مثل لا معتيته يلي تفدلني من إسليماي ومثل إسليماي يلي تقارني ومثله يعني حتى يتوم ده بيلك قلت تساوي يوم وحتى قلت ترأي يوم يقبئني لأنه خلاف ناي كتابنا يا رب العالمين قبي لإسليم لكستيناي لا يهودي ولا نصراني يبقى إسليماي فدلكاه من قبي يلي تفدلني بحالي من الأحوال. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين
ورب العالمين اللي بلانا لهتو من اوسم حدوى اللي حيتسدوا يعني للكفار لما لا تكفروا من لا يهود نرى لنا ده مثلا يعني مثال ضربنا من قبل اسرائيل من تسدية ومن تلبات ترباكا من لا تكفر تلات بات ترباكا ومن لا ظلم تلات بات ترباكا سليماي يعني ما ممكن قل قل نصراني قل يعني دي مسلم قل ازاي ها و فهتهم اصلا حتيتهم واسليماي يفتون لان رب العالمين لا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولا يرغبون في مؤمن الا ولا ذمه يعني ولا ذمه يعني ولا ذمه اللهم يهود ولا نصارى قل اسليماي حتى يرغبوا ديبو حتى يفتوا ديبو قبل يرغبوا من قبل قل وركو قل خيرو قل انسو رزقو قل انسو حنتيهم قل يدو قل خدومو الافكار لنا يوم قل ابو من الدين قل جرودو من الدين قل انسو ك كم سليهم قل يدو اقوى اقل منهم قل يدو لحسب الالو امير لانه لهم اعدائنا رب العالمين تم ولهم كفرتهم ولهم مشركين تم وحنا لا مسلمين حوحنا ولا مسلمين العزت لنا يوم ولا والهيبة لنا يوم دي بالدينهم ليل أطال هالليل يعني عمر بن الخطاب اللي بالعلى نحن قوم عزنا الله بالإسلام وإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله يعني نحن مسلمين مؤمنين لعزتنا ولا كرامتنا ولا رفعتنا ولا أكاننا بالديننات الدين حدقنا من قبي ومن الدين ريمنا من قبي وبالدين يودينا من قبي لذلت أسرينا هالليل لأنه رب العالمين عزتها يبقى أن تقول عزتي لله ولرسوله وللمؤمنين عند ربنا رب العالمين لعزت لربها بينات ان ده امرناها باقي ناس انا امر من ده لنا دي الاسلام هليت ودي اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم هليت ودي قراننا هليت الا ان ده ادمنا منا براينا وبراي كفار وبراي يهود ناس انا من قبل ولهم علينا من قبل هنا معناها كم سليم هنا لو اللي كل امر انت لهم لفته واقلهم لساند ومن يتولهم منكم فانه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ظلم لودي وتعدي لودي وأكيد لودي الله سبحانه وتعالى مصير وعد قلوته والله سبحانه وتعالى ينصره وإسلامي عند أنتو أقلهم الأيد وأقلهم فتي ومننا مسلمين أقلهم لأقربتهم لحيسلبل ولا برنامجهم الأيد ولا كتابنا يا رب العالمين لهجر ولا قرآن لهجر ولا سنة لهجر الإنسان اللي دي بخطر هلا دي برب قل أقبل بو نفسه قل حاسب بو قل أستغفر بو قل توب بو وعلاقته من رب العالمين قل أسني بو يا أمر من قبل أهل العلم قل أسأل بو فالله سبحانه وتعالى بعلم وبنور وبقرآن وبسنة إن شاء الله دي بخير له الدي وأمره يسر قل إن شاء الله كم سلي هذه بآيات كاريت الله سبحانه وتعالى لبل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا وهزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين الله سبحانه وتعالى لبلنا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين رب العالمين كمان نفسكم صلى الله عليه وسلم إلا أمات لأبدي لدينكم يعني باستهبال وباستهزاء وكمسلت الهياء لنسأو يعني لكتب لما طيوم قدم الله وكتاب لما طيوم ليهود ولا نصارى وقال لهم من قدمين العلا ولكفار قال لهم أولياء قلنا نسأهم على ابناني ورب قلنا نفرح بنا واتقوا الله إن كنتم مؤمنين حقا ما نحن مؤمنين لنا تقواتنا يا رب العالمين قلت هلا دي بنبو دي بلبنا من قبل دي بقوالنا من قبل دي بعملنا من قبل ووقاياتك النيدة فنجينا وفنجينا السات بجنتنا يا رب العالمين هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه جزاكم الله خيرا.